بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون إنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وذر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان
بصيرة ولو ألقى معاذيرة لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة. ادونا منا مسألة كده فقرة واحدة. اعلم رحمك الله إنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى هو العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. برضه هذا الكريم. طيب والله يا شباب دول يا أخوانا يستحقوا بجد التكريم، يعني ما شاء الله يستحقوا التكريم والإشادة، ويا ريت كل ولاداتنا يتعلموا زي ده. ونشكر كمان لشيخهم اللي درسهم وعلمهم القرآن قراية طيبة وجميلة ما شاء الله، يعني قراية ممتعة. زول يحس بأنه بجد دي قراية متقنة، قراية بمخارج صحيحة، وكمان لما يضاف عليها التوحيد وحفظ للأصول الثلاثة وغيرها من متون التوحيد فهذا فضل على فضل وخير فوق خير. فما شاء الله يعني الناس كلها تشيد بهم، ودي جائزة لهم مقدمة لهم من بعض الإخوة هنا. تفضلوا عبد الكريم وخالد. مش يلا بقية الشباب المرة الجاية احنا دارين كلكم شغل زي ده. اللي سمع ده نموذج يعني، خلاص المره الجايه ان شاء الله دارين نموذج اكبر من كده، ان شاء الله نشوف نموذج اكبر من ده. اقرا ثاني. طيب ثاني اقرا. يلا يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا
علينا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. جزاك الله خير ما شاء الله قراءه طيبه. وصيه القحطاني. لله قولوا كلما انشدتم رحم الاله صداك يا قحطاني.